السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس آب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الموضوع الأول لدينا هو موضوع يطرح دائما في العراق قبيل كل انتخابات وأيضا أثناء الحياة العامة من قبل جهات تسعى دائما إلى إثارة الفتن. في حادثة جديدة تؤكد وجود جهات تسعى بشكل مستمر إلى إشعال الفتن وإعادة العراق إلى مربع الطائفية وسط غياب تام للدور الحكومي في حماية المجتمع من هذه المحاولات المستمرة. أقدمت ميليشيات طائفية على إضرام النار في مرقد الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه في قضاء الزبير بمحافظة البصرة في محاولة جديدة لتأجيج الفتنة دون أي تحرك من الحكومة أو الوقف السني للحد من هذه الاعتداءات المتكررة. طبعا هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن ميليشيات في محافظة البصرة أضرمت النار في مرقد الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه بعد منتصف ليلة الجمعة عقب تعرضه لأعمال تخريب ونهب. ولفتت الهيئة في تصريح صحفي إلى أن ديوان الوقف السني المسؤول عن رعاية هذا النوع من الأوقاف اكتفى بإصدار بيان خجول ذكر فيه أنه سيلجأ إلى القضاء إذا لم يقم محافظ البصرة والجهات المسؤولة في المحافظة بوضع حد لهذه التجاوزات، متناسيا أن المحافظة نفسه هو من ارتكب جريمة هدم جامع السراجي ومنارته التاريخية في شهر تموز الماضي. طبعا هيئة علماء المسلمين في العراق أضافت أيضا أن ما يحدث من إساءات مستمرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا إنما هو تجاوز متكرر وإساءة متعمدة، المقصود منها تأجيج الكراهية في المجتمع العراقي، ويراد منه أيضا أن يكون في أهداف من استهدفوه وسيلة جذب سياسي بثوب طائفي، وذلك من أجل جر الناس مرة أخرى نحو مسرح الانتخابات المحلية بعدما أدرك العراقيون مدى فشل وفساد العملية السياسية. هيئة علماء المسلمين في العراق شددت أيضا على ضرورة خروج حراك شعبي واسع من أجل تطهير العراق مما أصابه من بلاء بفعل النظام السياسي. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام اللقطات التي تبين حرق هذه المجموعات الطائفية لمرقد الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه. ما أدري بيش الساعة حارقينه، الساعة 1، الساعة 12، الساعة 2، ما أدري، جيت الصبح ريقت وجيت الحراسة لقيت هاي الوضعية. شوفها بابا تقولون قبلها بيومين وديت الكام، وديت الكام شغلات، قلت الكام اكو شغلات جاي تصير بالليل تلاحقوا الوضعية، ولا واحد يتحرك من عندكم جماعة الأوقاف، لا مدير ولا مدير أضرحة ولا مدير قسيم ولا مدير. زين شوف الوضعية، شوف بعينك، حتى الله ما يرضى من فوق، لا الله لا محمد لا الملائكة. شوف شوف الوضعية هاي، بعدها حتى الدخان بعدها موجود. شوف يلا حتى تقولون خاب، تقولون الحارس عنده قصور، قبل يومين وديت لكم خبر وقبلها قلت لكم بلغتكم كلكم، قلت لكم جاي شغلات تصير بالليل يجيبون بي شغلات غير شغلات إرادية. شوفه شوف المرقد الصاير لك، صاير أسود كله. يلا يا اهل يقبلها الاسلام، تأمل من فوق هم ما يرضى قبرهم يشيلها بأذيه، تأذيه ما بيه، لا بيأذيه على واحد لا بيأذيه على زين. هاي لو شغلة تخريب شغلة، هاي مخربين، هاي ما اعتقد البارحة سووها، سووها انسان يمتلك عقل. مشكلة مشكلة الخاطر الله.
ما أدري من شدة النار حتى السقف طايح، حتى السقف والنخشات طايحة كلها. مشاهدينا الكرام، نستعرض بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. علي يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليك، هذه الأعمال منافية للأخلاق والأدب والشريعة، ويراد منها إشعال فتيل طائفية أو فتيل الطائفية في البصرة. كاظم يقول: واضحة أجندات خارجية لبث الفوضى والفرقة بين الشعب. تعليق من سعود يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء المجرمين. وضمن التعليقات أبو حميد يقول: توجد في البصرة عصابات مدعومة وسراق من أجل الفتنة والمشاكل الاجتماعية والطائفية. مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في هذه الفقرة وننتقل إلى موضوع آخر، طبعا إلى قضية الانتخابات وتحديدا إلى نوري المالكي وحملته الانتخابية. أجمعت مصادر أمنية حكومية على أن الضغينة المتبادلة والثأر السياسي لا يزال قائما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالتزامن مع حرق صور للمالكي في العديد من المناطق. وأكدت المصادر الأمنية أن قوات الجيش والشرطة لن تتدخل في أي صراع كي لا تحسب على جهة معينة. دعونا نشاهد كيف مزق أنصار التيار الصدري صور نوري المالكي أو ملصقاته الانتخابية في ساحة التحرير ببغداد. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في ظل اشتداد الصراع بين شركاء العملية السياسية، وصف زعيم حزب الدعوة نوري المالكي من مزقوا صوره والدعايات أو ملصقات الدعاية الانتخابية لحزبه، وصفهم بالمراهقين، مؤكدا أن كل ملصق انتخابي يمزق سيضع مكانه ملصقين. لنشاهد. أقول للذين يريدون التعويض بمزق صورة أو تكسير لافتة لن توقفوا عملنا. والحمد لله وشكري للشعب وللجماهير الذين ازداد حبهم لنا حينما تجاوزوا هؤلاء المراهقون على بعض الصور للمرشحين. وإذا مزقوا واحدة فسنضع اثنين بدل الواحدة حتى نصل بمسعانا إلى ما نريد، والله الموفق والحمد لله رب العالمين. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. شهد ملعب كربلاء فوضى وإطلاق رصاص حي من قبل حماية نوري المالكي، وذلك من أجل تفريق المواطنين الرافضين لتجمعه الانتخابي. لنشاهد. طيب، نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. زينب تقول: الإجرام مو جديد عليهم. علي: مو جديدة على نوري المالكي، هاي من شيمهم القتل والعنف. وصفاء تقول أو يقول: هو ملعب خاص بالرياضة، هم قلبتوا دعاية انتخابية؟
وحسين يقول سلاح وتسلط هذه حقيقتهم. طيب خلونا نسمع مشاهدينا الكرام رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. أبو عمر من بغداد، فقدنا اتصال يبدو ويا السيد أبو عمر. طيب نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع وننتقل إلى موضوع آخر. طبعا بينما تتضخم أزمة السكن في العراق مع زيادة عدد الأحياء العشوائية في المحافظات العراقية، أقدمت السلطات الحكومية على هدم منازل في بغداد بذريعة التجاوز على أراضي الدولة، حيث اشتكى عدد من سكان منطقة السيدية في العاصمة بغداد من محاولات البلدية هدم منازلهم بذريعة التجاوز، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة التدخل وإيقاف هذه المحاولات، وذلك لأنهم من الطبقة الفقيرة ولا يملكون بديلا آخر، وأطفالهم في المدارس متسائلين أيعقل أن ننام في العراء ونحن في فصل الشتاء؟ لنشاهد. سيد محمد السوداني، محمد الشيعة السوداني ابو مصطفى، يجي بزحت المنطقتنا مجال السيدية محلة 845، يجي يشوف وضعيتنا ويشوف قعدتنا والبلديات. احمد بتبلشنا احنا وعوائلنا وين نروح؟ وهاي مدارس وشتاء، يقبل عرضه ينام بالشارع؟ اذا يقبل ينام بالشارع احنا نطلع ننام بالشارع. اذا احنا مو عراقيين خلي يقول طلعتوا مو عراقيين، نطلع خارج العراق احنا بعد قد نطيهم فلوس. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام إلى محافظة نينوى، ننتقل بكم حيث شرعت لجنة التجاوزات في ناحية زمار غربي الموصل بهدم السقائف من المحلات الواقعة بالقرب من منطقة الصناعة في خطوة من خطوات هدم تلك المحلات، وأبدأ أصحاب المحلات امتعاضهم من قرار هدم محلاتهم دون توفير البديل في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وجيوش من العاطلين عن العمل، حيث تمثل تلك المحلات مصدر دخلهم الوحيد. لنشاهد. يا زمار ناشد محافظ نينوى، الناشد المحافظ الناشد كل الدنيا صورة حل لهاي الوضعية، يعني هاي عالم كلها تضررت واصحاب عوائل. نعم. يعني كل هاي مثل ما تشوف، يعني هاي كلها كلها شغل زين. انتم تعرفون هاي المحلات مثلا الدولة تقول تجاوز، انتم تقولون تجاوز. صح، تجاوز على بلدية مو ارضها، ارض بلدية خلي ملكون. خلي اشمل. نعم ملكون. فاحنا الناشد رئيس الوزراء والناشد المرجعية والناشد المحافظ، هذه ارزاقنا. نعم. ارزاقنا احنا على باب الله. احنا هذا سوق الفقراء كله. نعم. هذا سوق ارخص سوق بزمار. نعم. فهو هذا السوق مجمع كل الناس هنا بزمار. زين يكون بديل. شفتوا بلغتوا الحكومة قلتوا نريد منكم بلغنا الحكومة نريد لنا بديل، ماكو بديل. نعم. يقول هذا جد تجاوز. تجاوز. فهذا بلا برزقنا، ما يصير احنا ناشد الوزارة. هسه حاليا هسه بالوقت الحالي هم ازالوا السقائف. ازالوا السقائف وظلت الكونكريت. الكونكريت راح يزيلونه؟ لجنة تجي تفلشها. لجنة تفلشها. واحنا الناشد المحافظ ورئيس الوزراء، أن يتدخل بهذا الموضوع. تمام. الناشد أي شخص، أي شخص أي شخص أي شخص شريف. أي شخص شريف. يقدر يسوي لنا صورة حل؟ والله العظيم مساوي لنا كل واحد ب 600 700. احنا وين نروح؟ مساوي كلها عندنا راح نسدها. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. انتقد الناشط البيئي رعد حبيب الاسدي، اشتكى من الضغوطات التي تمارس عليه من قبل جهات متنفذه لاغلاق بيت الاهوار التراثي بحجه انه مبني من مواد قابله للاشتعال، حيث اكد أنه تم بناؤه بصورة تعبر عن بيئة الأهوار، وأشار إلى أن هناك الكثير من دوائر الدولة الحكومية مبنية بطرق لا توافق المواصفات لكن لم تتم إزالتها. لنشاهد. خلال هذه الفترة جاي نتعرض إلى ضغوط كبيرة جدا بخصوص إغلاق بيت الأهوار البيئي بحجة أنه مبني من مواد القصب وقابل للاحتراق، يعني هي بيئة الأهوار هي بيئة مبنية من القصب والمواد اللي هي صديقة للبيئة. كل هذا الضغط من أصحاب فنادق وأصحاب مشاريع متنفذة وجهات، يعني إحنا نعرف أهدافهم، للأسف الشديد جاي تقدم دعاوى رسمية للجهات الحكومية وعلينا ضغط كبير جدا من أجل تفليش وإزالة بيت الأهوار البيئي. لذلك أضع هذا الكلام بين أنظار السيد رئيس الوزراء والسيد وزير البيئة والجهات السياحية. إحنا جاي نتعرض لضغوط كبيرة جدا وبشكل يومي، وأخذ تعهد على والدي واتصالات من جهات عديدة من أجل إزالة بيت الأهوار البيئي. نتمنى من الجهات المعنية التوقف عن هذا العمل
كون بيت الأهوار البيئي هو بيت خاص لخدمة السواح القادمين للأهوار، وإذا كان قابل للاختراق فكل مؤسسات الدولة هي مبنية من كرفانات، وعدد كبير من الفنادق مبنية من كرفانات ومواد قابلة للاختراق، وهناك مؤسسات ومدارس آلاف المدارس الكرفانية. لماذا لا يتم إزالة هذه المدارس وفقط الدولة مركزة على أربع غرف فندقية بسيطة صغيرة؟ ليش مركزين كل هذا الجهد عليها؟ السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الداخلية، السيد مدير الدفاع المدني، نضع بين أنظاركم هذا الطلب ونتمنى يكون هناك إجراء حقيقي. طيب، نستعرض الآن مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو زهراء الأسدي يقول: إذا هم مهتمين هكذا لماذا لم يهتموا بالفقراء الذين يسكنون ببيت من القصب والحصران؟ وهذا يكون سريع الاشتعال، متى يبنون لهم شقق سكنية حتى يأمن على حياتهم وحياة عوائلهم؟ حبيب طاهر الأسدي يقول: إذا يريدون يطبقون القانون خلي يشوفون دوائر الدولة المبنية من الساندويتش بانل الذي تبعد عن بيت الأهوار كيلو، لو على قولة أبو المثل كل من عن عيبه عمي، ما أعرف هذا المثل. عموما عمر يقول: المفروض يجهزون مكان بديل بعدين يفلشون. زين ليش من الناس قامت تعمر ما منعوهم؟ لازم ما شافوهم بس ورطوا الناس وهسه دمروهم. نزار يقول: الدولة تتجاوز على أرض المواطنين حلال، تسرق حقوق المواطنين عادي، تقتل المواطنين عادي، مسؤول يسرق مليارات الدولارات عادي، لكن مواطن فقير لا يملك أرض يفتح له محل باب رزق بعد الحكومة مسرقة رزقه، لا ما يصير، تجاوز ويطبقون القانون عليه. نسمع رأي السيد أبو أيسر من تركيا. تفضل يا أبو أيسر، حياك الله. أستاذك أستاذ، أهلا وسهلا أستاذ. أنا أريد أحكي عن القضية الفلسطينية. تمام، تفضل. القضية الفلسطينية ومنظمة حماس قضية مفتعلة من قبل أمريكا وإسرائيل وإيران. شلون عرفت؟ أستاذ العقل حكم الإنسان يحكم عقله. طيب، ليش كل الأوقات هاي ما صارت هاي الأحداث وصارت هسه أنه دخلوا قسم من حماس على أساس رفعوا الجدار حتى يدخلون يضربون القوات الإسرائيلية في مناطقهم؟ نعم، السبب وهو تدمير القضية الفلسطينية نهائيا مثل ما دمروا العراق حاليا. ليش الفصائل هسه الفصائل بالعراق بدأت تضرب المقرات الأمريكية والقواعد هاي كلها من إيران؟ وهذا باعتراف. بس موضوع ضرب القواعد مو جديد، يعني قبل قضية فلسطين وقبل قضية غزة انتهى بذاك الوقت ورجع هسه. تمام، طبعا هسه حنجي للجزئية اللي تتعلق بإيران واللي دا تسوي ميليشياتها، بس نرجع على رأيك باللي دا يصير بغزة واللي صار من قبل حركة حماس. أنت تقول بأنه هي مفتعلة. طيب هم ما لهم حق بالدفاع عن أرضهم وإعادة الأرض المسلوبة؟ يعني حتى وإن كانت في هذا التوقيت هي كانت ضربة مباغتة، ما لها أصلا أي تبعات، ما لها أي بتوجيه إيراني. هاي حقيقة بس إيران أعلنت عدم مسؤوليتها تماما وقالت أن هذا كان قرار فلسطيني ما لنا علاقة. طبعا هي ما تبتعد عن المسؤولية لأن هي ورطتهم ودخلتهم ودعمتهم، لأن تعرف أنه منظمة حماس هي مدعومة من قبل إيران من زمان، هذا القضية مو هسه. طيب، ففي سبيل انه حتى يعتبروهم ارهابيين من دخلوهم اعتبروهم ارهابيين، والدول العربيه صامته ما تقدر تحكي. روح احكي ويا ايران، لا تحكي ويا اسرائيل يا دول طبعا. العرب احكي هاي النقطه اللي تفضلت فيها العرب الداخليه. اكو نقطه ثانيه تتعلق بالقصف اللي دي يصير على القواعد الامريكيه والمصالح الامريكيه في العراق. نعم، احنا استضافينا كثير من الشخصيات، أساتذة بالعلوم السياسية ومحللين وخبراء أمنيين كذلك، قالوا بأنه اللي دي يصير من قبل هاي الميليشيات هو استغلال للفرصة، اغتنام هاي الفرصة حتى تجمل صورتها وتقول يابا احنا دا نضرب. هي خلط الأوراق. يعني هاي الميليشيات المنتابعة مو ميليشيات إيرانية، لو أنا
يعني ما طيب غلطان. شلون؟ الميليشيات الفصائل التابعة اللي ده تضرب هاي القواعد الأمريكية. نعم. اللي موجودة بأربيل واللي موجودة بسوريا واللي موجودة بالأنبار. هذول هم متابعين. متابعين الدعم الإيراني لو أنا غلطان. هم يعلنون ولاءهم لإيران صراحة يعني ما يحتاج. هو أحد البدرين القادة البدرين اعترف حتى المقدسات اللي ضربوها في سامرة وقال له إيران يقول بلغتنا أنه لتخريب العراق. تمام. وفعلا العراق لحد الآن منتهي. نعم. وهسه القضية الفلسطينية راح تنتهي يعني نهائيا. نعم. أشكرك شكرا جزيلا أبو أيسر من تركيا. نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة للميليشيات اللي خارجة عن قانون. نعم. سواء بالعراق أو بالبلدان الأخرى. يا أخي هذه ما تبني بلد، ما تبني استقرار، وما تبني أمان. البلد عندما ينقسم إلى قسمين يضعف. نعم. يعني اللي جاي اليوم احنا نشوفها بالعراق. للاسف فقدنا الاتصال ويا السيد عبد الرزاق من بابل، ارجو منه يعاود الاتصال. انا اريد بس من الاخوه المشاركين والمشاهدين الكرام اللي يشاركون ويانا ينطونا رايهم بقضيه حرق مرقد الصحابي انس بن مالك في محافظه البصره، وليش دائما هكذا احداث تصير تثير النعرات الطائفيه وتثير الفتن، غالب الأحيان تصير قبل الانتخابات. من المستفيد من حرق هذا المرقد في البصرة وتخريبه بهذه الطريقة؟ وليش ماكو جهات تحمي الأماكن المقدسة؟ لعد هاي الميليشيات اللي رافعة هذا الشعار وينها؟ لعد هذه القوات الأمنية اللي ترفع هذا الشعار وينها؟ الحكومة وينها؟ الأوقاف وينها؟ المحافظين اللي راح تصير الانتخابات على مودهم وينهم من حماية الأماكن الدينية ومحاولة المحافظة على النسيج المجتمع العراقي من الفتن؟ أبو علي من بغداد تفضل. سيد أبو علي هوياك. تفضل يا أبو علي. ألو أسمعك حياك الله. ألو أبو علي تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك يا أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. هاي احنا نشتي بهذا الشيء اللي صار، يعني هذا اولا الناس دول مدسوسين، هذا مال انت شنو هو يعني شنو الاشكال يعني هذا يعني انت عندك عقيده ولا عندك عقيده، وهذه هي ملكي وهذه فاكو. نعم. فضائيات في الخارج تبيح في سبيل اكو ناس جهله استاذ محمد. دول هاي الفضائيات معروفه تبيح من لندن ومعروفه اتجاهها شنو، هاي دول يعني محسوبون على مذهب بس هم احنا مريين من مذهبهم. دولة تحرض على هاي، انت شنك علاقة؟ ودولة اكو ناس جهلة بالمجتمع العزيز، جهلة احنا من لبنان. هسه قنوات هسه ماشي لحظة، هسه قنوات من لندن ولا من وين تحرض وتسوي، تمام؟ هاي الحكومة، هاي الحكومة دورها شنو؟ بس لحظة اسمعني، بس اسمعني على كيفك. هاي الحكومة دورها شنو؟ يعني وزارات وأجهزة أمنية ورافعين بس اسمعني، ورافعين شعار كلا للطائفية وكلا للفتن، إلى قديش مدى تحافظون أنتوا على المراقد الأماكن المقدسة لجميع الطوائف والأديان في العراق؟ يعني ليش تعوفوهن تصير عليهن اعتداءات وتثار الفتن؟ هم مش ذولة يعني تصور جوامع بالليل يبوبون بيها، جوامع داخلهم يمنا جوامع بايدينها بالليل. نعم. يعني بيت الله ما على قيمة، بيت الله هذا القدس كبرى ما يحترمونه، وتريد يحترمون هذا ناس مجرمين قتله. يا استاذ محمد ارحم والديك، يعني ذولا ناس من عندهم، يعني ذولا ناس لا عندهم دين ولا عندهم اخلاق، يعني يتجرع على هيك بكان مهما كان انت اختلاف، بس هذا بكان. سيد ابو علي سؤال لو سمحت، سؤال. نعم، هي هذه النفوس طبعا ضعيفه وادوات مدفوعه وميليشيات طائفيه، اكو اللي وراهم، اكو اللي اكبر منهم دي يوجههم، ولا شنو مصلحتهم؟ انت برايك منو المستفيد؟ من اكو ناس بخارج صدق ابن الحلال، بس خليني بس انطيني مجال يا قلبي، بس انطيني مجال اكمل سؤالي حتى تفهمه. منو المستفيد في العراق، تمام، من استهداف هذه الاماكن الدينيه، وليش قبل الانتخابات دائما تصير؟
هاي استاذ محمد هاي مصيبه مصيبه، هاي طوانه ما تخلص. يعني ناسك مستفادين الله وكيلك، اكو ناس دول تدفع لها، واكو ناس حشاك يعني طالع عن الطريق، واكو ناس مرضى. يعني صدق والله العظيم وهذا على استاذ محمد هذا اللي متصل بيك، هذا ليجي بحماس، حماس اللي يتحدث عن حماس هذا ما عنده غيره وشرف، حماس تبقى رمز لكل المسلمين. اتحفظ بس لحظة على كيفك، بس لحظة دقيقة واحدة دقيقة واحدة، هذا اعتبره لا عنده غيره ولا عنده دقيقة واحدة. طيب ماشي، عملياتهم البطولية ولا يسمح لنا اللي قاعد واحد إذا بي خير تعال أنت قاتل وين حماس؟ تمام. لا قاعد أنت ما أدري وين بيا دولة تجي على حماس. يعني سؤال بلا زحمة أبو علي، يعني كل من ما راح قاتل ويا حماس من اللي يحمل السلاح واللي عنده القدرة على حمل السلاح ورفعه يعتبر ما عنده لا غيرة ولا شرف، تمام؟ اللي يحكي على حماس، لا مو اللي يحكي، اللي عنده سلاح، اللي عنده سلاح وعنده القدرة العسكرية وما راح قاتل ويا حماس بأزمتها وما راح قاتل ويا الفلسطينيين بأزمتهم ما عنده غيرة وشرف من وجهة نظرك. طبعا. تمام، شكرا جزيلا ابو علي من بغداد، اشكرك. عثمان من تكريت تفضل. وين الغالي حسان محمد، حياك الله، اهلا وسهلا، شلونك حبيبي؟ الله الله يسلمك، حياك اخوي الغالي. انا بدي اضب القضيه الفلسطينيه بس ارد على ما سيدنا رضي الله عنه، هذا الجامع المهدمينه مد المرغى، الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه بالبصره. رضي الله عنه وارضاه. نعم. اولا انا مواليد 2006 وسمعان وعارف كل شيء. نحن هذا الجيل الجديد مو اللي يقولون او نقرا كتب نفس هم مديش الصفحه يقرون كتب ويطبون مراقد يدخلونهم كتب مزور، احنا نعرف على دين سنة رسول الله. اولا هذا لو بزمن 2003 وجاي ما يسوونها، لان ابن العوجة كان موجود بس وصفة. راح اقول لك شغله بس راح اقول لك شغله بس على كيف. اول شيء عثمان، شوف بعيدا عن اللي دا تتفضل به واللي قبل 2003، انا دا اسال دائما واسال الاخوه اللي ابو علي من بغداد وغيره، انه اليست الدوله هي صاحبة المفروض صاحبة القوة والسلطة والقرار، أنه هي تقدر المفروض بها تحافظ على الأمن المجتمعي، السلم الأهلي، تحافظ على الناس، تحافظ على الناس من الفتن؟ ليش ما نشوف أكو دور للدولة فيما يتعلق باستهداف الأماكن الدينية؟ أخويا محمد، أخويا تفضل. هم حنقرتهم ويا الصحابة، ليش؟ لأن كسر ضلع كسرة دمر الإمبراطورية الفارسية، حنقرتهم ميا الصحابة. طيب. حنقرتهم ميا أبونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حنقرتهم ميا عائشة، حنقرتهم ميا معاوية. تمام. بهاي سوالف. نعم. والألفاظ. شكرا جزيلا عثمان من تكريت، شكرا، أشكرك للمشاركة. هناك دائما إذكاء للفتن وهناك محاولة لإشعال فتيل الصراع والحرب الأهلية عن طريق الطائفية واستخدامها كسلاح أو وسيلة لتقسيم هذا المجتمع باستمرار طبعا في العراق من الطبقة السياسية الحاكمة. المجتمع العراقي وبعد ما شاف من مآسي ودم وتهجير وغيرها في فترة الطائفية ببدايات الاحتلال 2006 و7 و2005 أيضا كانت، فيعني اكتفى من هذه المحاولات وتعب من التفرقة وتعب من هذه المحاولات اللي تكره الأخ بأخوه والجار بجاره. المستفيد من ما يحدث هي الأطراف السياسية اللي تسعى دائما إلى تجيش الفئات من المجتمع عن طريق استخدام ورقة الطائفية سلاح تستخدمها قبل الانتخابات في سبيل تجمع أكبر قدر ممكن من الأصوات نكاية بالطرف الآخر. الفكرة بس أن التحشيد، ودائما تستخدم هذا السلاح في سبيل جمع طائفة معينة أو فئة معينة من المجتمع تحت مظلة هاي الأحزاب. والناس هنا بلشت توعى، وأكيد وشفتوا حضراتكم كثير من المقاطع اللي عرضناها اللي تؤكد، وأيضا الاتصالات تؤكد بأن الناس ترفض المشاركة في أي انتخابات توجد فيها أحزاب بهذا الشكل وبهذه المواصفات يحكمون العراق من 2003 إلى اليوم وما قدموا أي شيء لهذا المجتمع ولا لهذا البلد. محمد من أمريكا تفضل. هلا، السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام، حي قناة الرافدين البطلة، حياك الله عزيزي. هم شغلتهم تفجير بيت الله وسنة مرة الفجراء الإمام الهادي عليه السلام، هم هاي شغلتهم، هم شغلتهم خونة، هم تابعين لنا ليس للعراق.
هم هاي ايران تعطيهم تعليمات روح فجروا قسم بالله يجي يوم يوم احسن الباشر شوف باشر راح يروح يفجرون يجي امام الكاظم يفجرون هم ما عندهم مفتاح عندهم عادي يفجرون ما يهم يهمهم اهم شيء ايران يرضون ايران وعلى مود هذه الانتخابات مال الهالكي من شلون العراق يصيحون يصيحون علي وياك علي عمي شلون العراق يفخركم سيارات بالداخليه منطقه الخضراء وجزها عليكم بغداد عمي كل شيء نعرف قسما بالله كل شيء ما سوالف شوف باقي الخزينه مال العراق كلها وداها لايران سؤال واحد سؤال واحد اريد منك اريد من حضرتك اجابه عليه باختصار سيد محمد هذه الانتخابات اللي دا تريد او دا تقاتل عليها الاحزاب اللي رجعتها بعد ما ثورة تشرين شطبتها من الوجود رجعوها السؤال هل حيستفيد المواطن العراقي من هاي الانتخابات اي شيء كل شيء ما يستفاد عزيزي هم الحشد هم حيخلون الاصابات مع الحشد هاي الانتخابات نعم شكرا ابو شكرا محمد من امريكا ويانا ابو حسين من البصرة تفضل الو ابو حسين لا لا الو تفضل يا ابو حسين يا اخي وغاني الو اسمعك حياك الله ابو حسين اريد منك بس فقدنا الاتصال اذا تخابر مره ثانيه يا تقوم من المكان اللي انت بيه يا اما اذا اكو تلفزيون ما تنصي ابو علي من الديوانيه تفضل يا ابو علي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفتنة نايمة منحون نقعدها نعم احنا بيا حال والفتن بيا حال نعم هاي وراها سياسيين فشلوا فشلوا يعني يعدون هاي الطائفية نعم ولا هاي مو تايهه ليش يوقفون هالوقت هذا لأن هي الانتخابات فشلت عندهم نعم لأن الشعب اليوم توحد ما يقدر يحمل بعد أكثر من 20 سنة تقول شنا أعلنتونا نعم ما عندنا دولة الدولة الطائفية هو إش قبضنا من عندكم إش قبضنا من عندكم أساد جندون مرشحين جدد المستقلين واللي إسلاميين يا والله العزيز كلكم حرامية نعم أبو علي عندي سؤال عرضنا الموضوع قبل شوية على الانتخابات والصراع اللي بين المالكي وبين التيار الصدري أو بين الأحزاب بشكل عام اللي يؤدي إلى تمزيق الملصقات الانتخابية حتى المواطنين العاديين بالعراق اليوم يمزقون الملصقات الانتخابية للمرشحين اللي يصير أنه المالكي يتحدى الشباب اللي يمزقون ملصقات الانتخابية والدعائية يقول إذا تشكشقون وحدة احنا نحط مكانها اثنين إذا تمزقون وحدة إحنا نحط مكانها اثنين طيب هاي الفلوس مين هذا الصرف مين دي يصير هاي فلوس الفقراء نايمة بالشارع اللي ما عندها بيوت نعم هاي فلوس الأرامل هاي فلوس الشياب هاي فلوس المستشفيات اللي باقوها هاي فلوس المدارس اللي باقوها نعم والله يا راس التيار وتشوف والإطار وقصي المالك الله وكلك بعد ما تكون 1% من الجنوب هم لو فعلا عندهم ضمير ووطنيين ويخافون على مصلحة البلد هاي المليارات من الدنانير العراقية اللي دا تصرف على هاي الحملات الانتخابية لو بنيت فيها مجمعات سكنية ما كان أحسن لو بنيت فيها مستشفيات ما كان أفضل لو بنيت بها مدارس ما كان أحسن للعراق شو يسوون بملصقات انتخابية شنو الفائدة منها حبيبي ولد بنحل على 1000 دينار سوالة مجمع للفقراء نعم صحيح ومضخات النفط تبت للعالم كله نعم. إلا طيب. إلا بتجوبهم وهاي انتخابيات ولا الشيوخ يطون فلوس نعم شكرا أبو علي شكرا جزيلا للمشاركة مشاهدينا الكرام خلنا نأخذ علي نأخذ حيدر من البصرة تفضل يا حيدر السلام عليكم مساء عليكم محمد السلام. العزيز شلونك حياك الله اهلا وسهلا ان شاء الله طيب ان شاء الله الله يحفظك الله يسلمك تفضل يا حيدر الله يخليك والله سعد العزيز هو حتى لو يسوون انتخابات يسوون مدارس محافظات نعم بعد هاي الشغله ما تفيد
يعني هم فزدوا وكلهم فزدوا وبعد ما فزن كل شهرة الشعب الشارع بعد عرفهم كلهم حرامية وكلهم فازين وما فزن شهرة بعد. مثال بسيط، مثال بسيط راح أسألك علي، أنت من أهل البصرة، أسعد العيدان شلونه وياكم؟ نعم والله كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الشيء. إذا راح أسعد العيداني، إذا راح هذا إذا راح، إذا راح أسعد العيداني وجاكم محافظ جديد، تتوقع محافظ جديد ضمن هاي العملية السياسية وكو ميليشيات وكو عشائر وحكمها هو اللي سائد، ممكن حال البصرة يتغير؟ والله سعد العزيز الحل الوحيد وصراحة يعني الصراحة هذول كلهم مجابر التاريخ كلهم يكون ينتهون كلهم وناس جدا تكون وجوه جديدة وأفضل. وجوه جديدة في ظل هاي الأحزاب ما راح يتغير شيء. محمد الشاع السوداني صدروه على أساس أنه هو وجه جديد، لكن هو مين طالع؟ طالع من حزب الدعوة. لا لا ماكو إن شاء هاي الزبالة إن شاء كلها بالشغل وتنبت يجينا ناس جدا. نعم. لا مالكية ولا فلان ولا كل فلان. شكرا جزيلا سيد حيدر من البصرة، أنا أشكرك وأعتذر طبعا لأن الوقت شارف على الانتهاء. نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع ونصل إلى ما يهم المواطن العراقي بشكل كبير، أهم من الانتخابات وهاي الدعايات والشعارات والوعود الفارغة صراحة اللي ما استفاد منها المواطن أي شيء. والدليل على هذا الكلام أن الوعود بتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين سعر صرف الدينار العراقي نتائجها كانت سلبية، وهي كانت وعود كاذبة كما يقول العراقيون. إذ تشهد الأسواق في العراق منذ أسابيع ارتفاع مستمر بأسعار السلع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، هذا الموضوع أثقل من كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود مع عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات للحد من هذا الارتفاع المتصاعد في الأسعار. الطبقة الفقيرة هي المتضرر الأكبر من صعود سعر الدولار مع ارتفاع أسعار مستلزمات القوت اليومي بشكل أصاب طبقات في المجتمع العراقي بحالة من الهلع. أحد المواطنين تحدث عن تكبد أصحاب البسطات خسائر فادحة بسبب الانهيار المتسارع للدينار العراقي أمام الدولار وعجز الحكومة عن تقديم الدعم لهذه الطبقات الهشة. لنستمع. يا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، تعلم الدولار محافظة ذي قار محافظة الناصرية بيش اليوم ب 68 أهل الناصرية وينكم؟ كنتوا الدولار اليوم الدولار أذى الفقير، ما أذى التاجر، ما أذى الغني، ما أذاكم أنتم يا برلمانيين يا وزارات، أذى أصحاب البسطيات. هذا أبو البسطية أبو الأحذية يقول مطلوب أنا 3 ملايين لأبو الشركة، اليوم بسبب صعود الدولار ب 68 صار 4 ملايين ونص يطلبوا أبو الشركة تعالي لأبو الملابس. أبو الملابس هذا نفس الحالة، أبو الملابس 2.5 ب 2.5 2.5 طلبه، اليوم صار الدولار ب 68 صار يطلب 3.5 ملايين 3.5 ملايين يا محمد الشياع السوداني. إذا راتبك 150 مليون ما راح يأذيك ارتفاع الدولار، راح يأذي المتقاعد، راح يأذي العاطل، راح يأذي الكاسب. ولذلك اليوم أصحاب البسطيات قعدوا، أصحاب الرواتب الضعيفة ما تكفيهم رواتبهم، وين دورك؟ وهي مناشدة إلك ومناشدة لأتباعك. اليوم الدولار ما أذى السياسي ولا أذى صاحب الراتب المتمكن، أذى الإنسان الفقير، أذى المتقاعد، أذى العاطل، أذى الكاسب. وينكم يا ناس يا ساكتين؟ عيب على الرجل الساكن. أنتم ناس راضين بهذا الفقير يدمر إذا مطلوب للشركة 2.5 واليوم سبب ارتفاع الدولار صار 4 ملايين و5 ملايين، منين راح يجيب هذا وهو برقبته صاحب البصية 5 نفرات و6 نفرات؟ مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. مع استمرار السياسات الاقتصادية الفاشلة لدى حكومة بغداد وحكومة الإطار التنسيقي، اشتكى أحد الفلاحين من محافظة نينوى، اشتكى من إغراق البلاد بالمحاصيل الزراعية الإيرانية المستوردة دون مراعاة للخسائر الكبيرة التي تسببها للمنتج الوطني المحلي ومواجهتهم لصعوبات كبيرة أيضا في تسويق محاصيلهم الزراعية. لنشاهد. هذه طماطة ربيع، هذه هسه على الكيلو 125 دينار، تعال شوف زوجي ب 5000، قسما بالله اليوم انبعت بسح، والله زوجي ب 5000 زين، اليومية يطب 1500 2000 طن لساحة ربيعة والحدود مفتوحة علينا، والله هذه شوف هذه طماطة، واحنا قاعد ننتج هسه ربيعة تنتج
يوميا بالألف ونص ألفين طن، والنجف وكربلاء هسه قاعد ينتجون وفاتحين علينا الحدود الإيرانية. هذه طماطم، هذا شوف هاي كلها مغطى وكلها قاعد نحوش منها هرش. شوف شلون طماطه، شوف صور جيبها تلفون ليجي، شوف شوف استاذي شلون طماطه، هاي شوف شلون طماطه، هذه 125 دينار 150 دينار قاعد نبيعها وفاتحين علينا الحدود الايرانيه. نستعرض مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. ابو نور يقول: ما دامت هذه الأحزاب تحكم والله لن تروا النور. محمد يقول: الله يساعد الفقير الذي لا يملك أي راتب، هو المتضرر الوحيد. وسامية تقول: الدولة لازم تساعد الفلاح، المفروض تفرض ضريبة على المستورد وتدعم الإنتاج الوطني. تعليق من أبو سجاد يقول: حكومة السرقات والفساد والقتل، لا حكومة خدمات كما يدعون. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مدونون على منصة إكس تويتر سابقا مع وسم قاطع عدوك للتأكيد على أهمية مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد الأبرياء في قطاع غزة المحاصر. هذا ودعت الكثير من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية ومن بينها هيئة علماء المسلمين في العراق، دعوا إلى مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدين أن هذا الخيار يعد من أحد وسائل أو من إحدى وسائل الجهاد. دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام مع هذا الوسم. ياسمين تقول: معا لمقاطعة المنتجات المغمسة بدم إخواننا في غزة. عبد الحق يقول: المقاطعة قوة وشجاعة، فلا تبخس هذا العمل البطولي لإضعاف العدو. ولدينا أحلام تقول: عائدات هذه السلع ستتحول إلى معدات وقنابل فسفورية. ودكتورة مريم تقول: المقاطعة سلاح بيد الجميع، فلنستخدم هذا السلاح. مشاهدينا، نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين طبعا الضوء على التخادم الأمريكي الإيراني بعد أن فضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئذانهم بقصف القواعد الأمريكية بشكل لا يضرها، وذلك ردا على مقتل سليماني. هذه التصريحات كشفت عن مدى التهديدات الفارغة التي تطلقها أو يطلقها وكلاء إيران في المنطقة من استهداف المصالح الأمريكية نصرة لغزة، وأن هذه التصريحات هي مجرد أداة لتحقيق مكاسب سياسية. لنشاهد. They called us up and they said, listen, we have no choice. We have to hit you because we have our own self-respect. And I understood that. We hit them. They got to do something. They told us, don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the bases. فضيحة على الملأ. لم تستطع إيران ولا ميليشياتها في العراق أن تقول عكس ذلك بعد أن تبين أن انتقام إيران وأدواتها في العراق لمقتل سليماني والمهندس كان بتبليغ مسبق لحفظ ماء الوجه، كحال التهديدات الفارغة التي تطلقها الميليشيات الولائية ووكلاء إيران خلال الحرب المستعرة للكيان الصهيوني ضد غزة. إبلاغ إيران الإدارة الأمريكية بأنها ستقصف قاعدة عين الأسد دون إصابتها بأضرار وموافقة واشنطن على الضربة المحدودة كشف حقيقة التخادم الإيراني الأمريكي في المنطقة بعد أن بينت هذه الخطوة حقيقة هذه السياسة القائمة في العراق والمنطقة منذ عقود خلت. هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينياً 100%. تخلي واضح لوكلاء إيران عن القضية الفلسطينية التي لطالما نادت بها إيران وهددت بها ميليشياتها في العراق. فزعيم ميليشيا حزب الله اللبناني لم يخرج عن سقف ما هو مرسوم له وفقا لسياسة التخادم بين الطرفين وما هو متوقع منه، بما يتوافق مع المتطلبات الأمريكية بعدم توسعة المعركة. It was very important to send a very clear message to anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten our personnel here or anywhere else in the region.
don't do it. على نفس الشاكلة لم يخرج رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني عن مطالب واشنطن الواضحة وإرادة إيران وخطابها المتنصل مما يجري في غزة والاكتفاء بنصرة معركة طوفان الأقصى عن طريق التضامن والمساندة بالخطابات الفارغة بعد أن تجنب الحديث عن الدعم الأمريكي لإسرائيل لضمان استمرار حكومته. هروب فاضح لمحور إيران يكشف أن قضية فلسطين بالنسبة لهذا المحور ليست سوى تحقيق مكاسب سياسية ذات أهداف خاصة، ما يعني الإجهاز التام على مقولة وحدة الساحات التي طالما سوقت لها وسائل إعلام محور المقاولة كما يحلو للعراقيين والعرب تسميته. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.